تحت رعاية سمو الفريق الركن الشيخ ناصر بن حمد الخليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي، أقيمت مراسم إحياء يوم الشهيد بالحرس الملكي بقوة دفاع البحرين، وذلك بحضور سمو العقيد الركن الشيخ خالد الخليفة قائد قوة الحرس الملكي الخاصة. داهي كتفان سلاح. سلام سيدي سمو قائد الحرس الملكي. سلام. قف. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سيدي الفريق الركن سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي، أخواني الضباط، الأخوة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيدي، خير ما نبدأ بحفنا هذا آيات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعنا الرغيب أفضل عبد الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. صدق الله العظيم. حرس داهي سيدي، دقيقة صمت حداد على أرواح الشهداء.
سيدي الدعاء لأرواح الشهداء مع العميد الدكتور محمد أبو جندل. اللهم اغفر لهم وارحمهم وتجاوز عنا وعنهم وأكرم نزلهم وسع مدخلهم اللهم اغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغفر لنا ولهم يا رب العالمين اللهم ابدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم اللهم اغفر لنا ولهم يا رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. حرس جنبين سلاح وتفضل بعدها كل من سمو مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي وسمو قائد قوة الحرس الملكي الخاصة بسقي النخلة التي ترمز للحياة الدائمة واحتفاء بهذه الذكرى العزيزة على قلوب كل أهالي مملكة البحرين. وبهذه المناسبة أكد سمو الفريق الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي بأن أسماء وذكرى وتضحيات شهداء الواجب من أبناء البحرين ستخلد في تاريخ الوطن وستدون بأحرف من نور في سجل تاريخ مملكتنا الغالية، فهي دوما مصدر فخر ومحل اعتزاز لما قدموه من عطاء في ساحات العز والشرف دفاعا عن الوطن ومساندة للأشقاء نصرة للحق وللشرعية. وأضاف سموه بأن ذكرى يوم الشهيد أتت بلفتة كريمة من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة أيده الله لتؤكد مكانة الشهداء الأبرار العالية في نفس جلالته رعاه الله وتقديره السامي لتضحياتهم النبيلة في ميادين العزة والكرامة. وأردف سموه أن هذه المناسبة تعكس مشاعر التقدير والاعتزاز في نفوس القيادة الحكيمة أيدها الله لما قدمه شهداء البحرين من البطولات والتضحيات في مختلف المشاركات، حيث يحرص المواطنون على الاحتفاء بهذه الذكرى بما يليق بها وبأهميتها ويسمو بمكانة أبطالها من شهداء الواجب الذين أدوا مهامهم وواجباتهم الوطنية السامية داخل الوطن وخارجه عبر استلهام قصص البطولات والتضحية والفداء بكثير من مشاعر الفخر والانتماء والولاء للقيادة والوطن. وأشار سموه أن هذه الشارة زهرة الرازجي البيضاء وسعفة النخيل الخضراء تحولت إلى أيقونة تعبر عن الاحتفاء بيوم الشهيد ووسام فخر وكرامة، والتي بارتدائها أصبح يوم الشهيد يحمل رمزية خاصة في وجدان كل مواطن على هذه الأرض الطيبة. وأكد سمو مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي أن مملكة البحرين وهي تحتفي بهذه المناسبة فإنها لن تغفل ولن تنسى رجالها الأبطال ممن ضحوا بحياتهم دفاعا عن أرضهم ليدون كل شهيد قصة ملهمة في تاريخ الوطن من خلال الكثير من المهام العسكرية والإنسانية، حيث قدمت المملكة شهداء من أبنائها المخلصين لتثبت أنها لم تبخل أبدا في تقديم التضحيات في سبيل الحفاظ على مبادئها ومواقفها الثابتة تجاه مواطنيها وتجاه أشقائها من دول مجلس التعاون الخليجي والأمتين العربية والإسلامية جمعاء وقت الأزمات والمحن. وفي الختام أعرب سمو الفريق الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي عن خالص تحياته وعرفانه وتقديره لأسر الشهداء الأخيار الذين عاهدوا الله والوطن على استكمال مسيرة الولاء وحمل لواء المسؤولية الوطنية ليواصل أبناؤها هذا النهج الذي ثبت عليه أباءهم وذويهم الأبطال لمواصلة طريق التضحية والفداء بكل شرف واستبسال حفاظا على أمن الوطن. سلام سيدي سمو قائد الحرس الملكي. سلام.
اللهم اغفر لهم وارحمهم وتجاوز عنا وعنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم. اللهم اغسلهم بالماء والثلج والبرد. اللهم اغفر لنا ولهم يا رب العالمين.